العطرية هاد العام كاين شوية ديال الثمن في أي حاجة، تولد ديال الزيادة اللي كاينة. ثم عمر درت هاد العام 60 درهم وصلت، عمر قبل العام اللي فات كانت 20 درهم، هاد العام 60 درهم. يقبل كي يقبل اللي كان كيدي 200 كيلو ولا كيدي ربع، اللي كيدي ربع ولا كيدي كيتقدى، ولكن هاد العام ناقصة بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الثمنه ديال العطريه هذا العام كاين شويه ديال الثمن في اي حاجه، حيت شي كلشي مستورد ماشي مغربي، وكاين شويه ديال الصبر. المواطن تقال بزاف، ماشي غير شويه، الله يحسن العوان. وبالنسبه لهادشي اللي كاين المغاربه، شي واكل في شي، ماشي زعما كاين شي حاجه على برا وشي حاجه، الله يحسن العوان. الثمنه بزاف على العام اللي فات، على هذا العام. ونطلبوا من الله نطلبوا من الله من اللطف والرحمه، كلشي من الشتاء هي اللي الا كنت الحمد لله الشتاء وهذاك الامور تكون القضيه الحمد لله موجوده، يكون شويه الاثمنه مزيانه. والله واش غير عالمي، ماشي غير المغرب ولا شي حاجه، الاثمنه اللي كاين انحاء العالم. نطلبوا من الله يستر العام الجاي ان شاء الله، هذا العام اللي فات. ونطلبوا من الله عز وجل الله اللي يدير فيها الخير، وتكون ان شاء الله قريب ان شاء الله. تقريبا تكون واحد الثلث تقريبا ديال في العطريه بالنسبه للتوابل اللي كنديروا حنايا، التوابل العام اللي فات على هذا العام، الثلث ديال الزياده اللي كاينه اللي كيتخداو بالنسبه لهادشي ديال العطريه، البزار، التحميره، الكامول، الخرقوم، السكنجبير، مرزيه، الثومه كذلك. ثم عمر درت هذا العام 60 درهم وصلت، عمر تقابل العام اللي فات كانت 20 درهم، هذا العام 60 درهم. تقريبا كلشي تزاد، ولكن الزياده عالميه ماشي غير في المغرب. والله نطلبوا من الله عز وجل الله يلطف. يقبل اللي كان كيدي 200 كيلو ولا كيدي ربع، اللي كيدي ربع ولا كيدي كيتقدى، ولكن هذا العام ناقصه بزاف. اللي كيدي 500 درهم كيدي 250، اللي كيدي 250 125، هذا الشيء اللي كان بالنسبه في التقدير ديال هذا العام. وكنقول المزلوط ما يدير والو، الانسان ياخذ الانسان ياخذ شويه المشاركه وصافي، حيت الا غالي غير ما يدير والو. هذا قلت لك عالمي ماشي غير المغرب، هذا الشيء اللي كاين الاخر. وتحت من البنزين تا هو كان الحمد لله طايح، من المواد من المواد الاولانيه، هو تا هو ملي كيتزاد المازوت ولا ليسانس السلعه تا هي كتطلع فيها الثمنه.